فسيفساء من المهن هو ما يلفت انتباهك وأنت في أولى خطواتك داخل ورشة بناء سفن مختلفة الأحجام هنا بميناء زموري. من هذا المكان رفع رابح خريج مركز التكوين المهني رفقة زملائه تحدي تدعيم الأسطول الجزائري بسفن محلية بمعايير عالمية بعيدا عن تلك المستوردة. هذو لي سيبور يطلعوا منا الشاصي تاع الموتور باش كي تقول تمشي ما تكونش كاينه فيبراسيون. المهم تسمى يا ودي لا سيكيريتي تاع البابور اللوح ثاني ديك ما يبوجيش. من جيت لي 14 مات من جيت 18 مات يعني راك تشوف بعينك هذو كاع مصاغر اللي راهم يخدموا. يعني قال لاش تاعي تاع 28 30 ما شاء الله تسمى مصاغر متأهلين. من صناعة الهيكل إلى الرتوشات الأخيرة تمر عملية بناء السفن على اختلاف اختصاصاتها بعدة مراحل لتمخر بعدها المياه الإقليمية. نبداو بالضلع فوتو في الضلع هما الأولين بان نديرو لي بلاك تاعنا أفري نديرو لا ريزين كي نكملو لا ريزين نبداو بالبون نبداو نديرو البون كي نكملو البون نحطو الموتور ومن بعد نحطوه للماء. هنايا رانا نقومو بعملية صنع هيكل السفينة من نوع طوني 35 متر وخدمنا ثلاثة ليطوني الأولين شاركوا في عملية صيد سمك الطونة وما زلنا هذو الزوج رانا معاهم بلك منا على عام كونوا كملناهم. وفي حال ما إن كانت المرافقة والتسهيلات بقدر الطموحات أكد القائمون على هذه الورشة عن قدرة وإرادة العمال في رفع قدرتهم الإنتاجية والتوجه لما لا نحو التصدير. بفضل هذه الكفاءات اللي قلنا كفاءة شبانية بأتم معنى الكلمة راكم لاحظتوا وشرف للجزائر اللي لأول مرة راح تشارك بثلاث سفن من الحجم الكبير في أعالي البحار. وأنا نقول لك من الآن باللي رانا رايحين للتصدير لا محال. في رحلتهم الصيدية وسط عباب البحر قد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فهل تجري رياح الدعم والمرافقة بما تشتهي سواعد هؤلاء الشباب على اليابسة؟